يتم التحضير للشواء قبل لا يبدأ العيد من شراء الأدوات اللي هي الخصفة مصنوعة من سعف النخيل، وأيضا توضع مع الخصفة الجونية لحماية الشواء. في أول أيام العيد بعد ما يتم ذبح الذبيحة يوضع جزء من اللحم للشواء. بعد غسل اللحم يتم مزج اللحم بالبزار الخاص اللي هو بزار الشواء عشان يعطي اللي هو الطعم أو النكهة الخاصة للشواء اللي هي النكهة التقليدية المتعارف عليها. بعد كذا يتم وضع اللحم في الخصفة. الخصفة يتم إغلاقها بإحكام عشان ما تتأثر بالنار بعدين لما توضع في التنور. بعد ما يتم إغلاق اللي هي الخصفة جيدا وبالأشياء اللي موجود معها اللي هو ورق الموس مع اللحم من أجل الحماية، يتم حمل الخصفة للتنور. طبعا التنور عبارة عن حفرة محفورة في الأرض معدة خصيصا للشواء. يتم وضع الخصفة في التنور. طبعا الكل يتعاون والكل يتكاتف ونلاحظ صورة من التعاون والتلاحم ما بين اللي هما الشباب أو هنقول أبناء المنطقة أبناء الحي. بعد كذا يتم إغلاق الفتحة اللي هو التنور بإحكام عشان النار ما تطلع في الخارج. يتم اللي هو ترك الشواء في التنور لمدة يومين، اللي هو أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث أيام العيد يتم فتح التنور وإخراج الخصفة من التنور. أيضا نلاحظ في أثناء استخراج اللي هو الخصفة من التنور صورة من التلاحم والتعاون، وتظهر الألفة ما بين الشباب وما بين لما أفراد المنطقة أفراد الحي. طبعا اللي هو فرصة للقاء، ممكن أشخاص واحد ما لاقنا من زمان فرصة أنهم يتلاقوا في هذا الوقت أو في هذا المكان، ويتعاون جميعا لإخراج اللي هي الخصفة واحدة ثم لو حتى يتم إخراج الجميع الخصفات أو الخصاصيف اللي موجودة في التنور، وبعدين كل واحد يروح بيته مع عائلته ويفتح الخصفة ويبدأ يأكل اللي هو اللحم ويذوق الطعم اللذيذ أو طعم الشواء اللذيذ اللي هو بالبهارات والنكهة العمانية الأصيلة والنكهة العمانية القديمة اللي ورثناها عن آبائنا وعن أجدادنا. وطبعا هذا الشيء إن شاء الله راح نورثه لأبنائنا وأحفادنا في المستقبل عشان تظل هذه العادة عادة مستمرة ما تندثر. عاداتنا العمانية القديمة نحن لازم نحافظ عليها، من ضمن هذا العادة عادة الشوا في العيد، نحن لازم نحافظ على هذا العادة، وهذا الشيء لازم نحن نغرسه في أبنائنا في المستقبل، نخليهم يستمر على هذا العادة، أيضا أحفادنا في المستقبل والأجيال القادمة إن شاء الله، وتظل هذا عادة عادة مستمرة ما تندثر إن شاء الله ما مدى الزمن أو مدى الدهر، لأن عاداتنا العمانية لازم تظل موجودة ولازم نحافظ عليها سواء عادة الشواء أو أي عادة أخرى، لكن عادة الشواء طبعا عادة تعارفنا عليها أيام الأعياد ابتداء من أول يوم العيد.